كابتن، انت لعبت ما شاء الله في نوادي كتير، ايه بقى اللي بيفرق النادي الاهلي عن النوادي، وتعلمت ايه من كل نادي؟ يعني عايزك تقول لي اتعلمت ايه من كل نادي. بصي النقطه دي بالذات، بص اولا يعني مع احترامي الانديه كلها اللي لعبت فيها طبعا. كلها انديه كبيره وكلها انديه محترمه، بس النادي الاهلي لا، في حته تانية. يعني النادي الاهلي بالنسبه لي انا، واكيد بالنسبه لاي حد لعب فيه، ان هو لا بصي سياسه، يعني سياسه النادي الاهلي معروفه تمام. تمرينك بتروح قبلها بساعه ساعه ونص موجوده، التزام، بتلعبي او ما بتلعبيش الناس كلها بتحترمك. فبصي كل حاجه منظومه، يعني انا بعتبرها اكنك في اوروبا بالظبط. فانا يعني عانيت من الحته دي شويه، ان انا كنت في انديه كتير طبعا مع احترامي، ما حته المواعيد مش زي النادي الاهلي. بس انا بطبيعتي حتى الناس كانت بتستغرب، عامل تمرين لسه بدري، انت جاي دلوقتي ليه؟ خلاص من وانت عندك بالظبط، لا من وانت عندك 8 سنين والنادي الاهلي بيعلمك الالتزام. احنا ما كان بيجي معانا لعيب واحنا صغيرين، لو هو امكانياته ايه بس مش ماشي بنفس خطى سياسه النادي الاهلي، كانوا كان بيمشيه حتى لو هو لعيب كويس جدا طبعا. فده اللي بيميز النادي الاهلي، ان هو عن اي سيستم بالظبط، في سيستم هتمشي عليه، هتمشي مش هتمشي، حتى لو انت ايه هتمشي. فدي اكتر حاجه انا اتعلمتها من النادي الاهلي. وانا زي ما بقول، اللي يعني مع احترامي الانديه طبعا اللي في مصر كلها، بس اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كره في مصر. انا وجهه نظري يعني من كتر اللي انا شفته، يمكن انا في فتره لما انا مشيت من النادي الاهلي انا كان ممكن ان انا اكمل في النادي الاهلي، بس كان الواحد لسه صغير وعايز اشارك بصفه اساسيه وبتاع. بس لما جربت بره والنادي الاهلي، لا وهرجع اقعد من غير ملعب، هرجع والله اقعد في النادي الاهلي. شايف انك استعجلت يعني، انت عارف كان الواحد صغير شويه ونفسك بقى تلعبي وبتاع، وانت شايفه ان انت يعني كان النادي الاهلي ساعتها، عارفه انت لما كان بيجيب حد مثلا مدفوع فيه فلوس فكان لازم يلعب ناس كبيره، لكن احنا كنا لسه الواحد صغير فما كانش بيصبره بمعنى صح على الـ على الـ على اللعيب الناشئ. فانا كنت مستعجل، عايز شايف يعني الحمد لله امكانيات الواحد لو يقدر يلعب ويقدر يشيل النادي الاهلي، فاستعجلت شويه في ده. بس لما الواحد بقى مع الوقت والخبره والكلام ده كله، بقول لك لو الواحد يرجع تفضلي تقعدي في النادي الاهلي ما تلعبيش، والله الواحد يرجع يقعد. طب ليه ما حدش قال لك الراي ده من اهلك؟ انا عامه يعني في البيت عندي واهلي يعني ما بيحبوش ده، انا يعني ممكن لما بيحصل مشكله بس ممكن لكن هم من وانا صغير، وانا بحب اعتمد على نفسي، يعني من وانا صغير بحب اخد اموري بنفسي، ودي يعني صح ومش صح في نفس الوقت. في حاجات بحسها اللاعب هو لازم يعملها، وفي حاجات بقى مع الوقت والخبرات بقى لا لازم تستشير حد اكبر منك، الوضع كذا كذا. وده اللي حصل الكام سنه اللي فاتت، ما بقتش اخد يعني رايي من نفسي على طول. شايف ان السوشيال ميديا ساهمه يعني مساهمه جدا في انتشار اجواء رمضان، ولا من غير السوشيال ميديا احسن؟ لا زي ما انت عارفه يعني خلاص، انت دلوقتي في مصر وفي العالم كله بقى السوشيال ميديا هي ليها بقى دور رئيسي في كل حاجه. فاكيد، بس انا لو عن نفسي انا لا، اجواء رمضان زمان حاجه تانية خالص. يعني من وانا صغير لا، اجواء رمضان تنزلي الشارع تلعبي مع اصحابك، بتروحوا تتسحروا مش عارف. لكن دلوقتي عارفه زي ما انت تحس ان خلاص اللي هي حلاوه رمضان والزينه اللي في الشوارع والناس قاعده للصبح، تحس كل سنه لا عارفه الناس خلاص تحس ان هي يعني ما بقاش فيه. يعني وانا صغير لا، رمضان ده بالنسبه لي كنت بستناه، يعني زي دلوقتي ولادي مثلا بيستنوا زي ما بقول لك عشان ايه، يلا نروح عند تيتا، يلا مش عارف نروح فين. فانا بس وانا صغير بقى كنت العكس بقى، انا عشان عايز انزل العب تحت، عايز افضل قاعد مع اصحابي سهرانين. فدلوقتي شويه يعني ما بقاش فيه الكلام ده زي زمان يعني.